يعني انتقل إلى فريق تشيلسي في صفقة تاريخية، أغلى صفقة في تاريخ تشيلسي. سبحان الله، خسر اسمه، خسر مكانه، خسر سمعته، خسر إمكانياته، لا أدري يعني بماذا وقعت. حتى العرب تعرف في الأمور حتى التجارية، يقول لك المكان اللي جابك الرزق بلاش تبدل فيه، بلاش تغير فيه. العقلية راي مشتركة من الشمال إلى الجنوب إلى الشرق للغرب. لماذا تغير المكان يا ولدي؟ لماذا تغير المكان يا ولدي؟ الآن قد أهديك أغنية عبر الإيميل على طول على فيسبوكك يا توريس، وأقول لك ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، ستفتش عن الأحمر في كل مكان، ستسأل عنه كل عاشق فنان، ستبحث عنه في قادم الزمان، وتقول يا ريت لم أغادر ذاك المكان، يا ريتك لم تغادر. ليس استنقاصا في تشيلسي، وليس قلة قيمة في البلوز، ولكن أنت يا توريس خلقت لتكون بالأحمر، لتلعب مع الأحمر، لتتألق في الأنفيلد رود. عدا ذلك هناك أسماء لا تنجح عندما تغير المكان، ولا تتألق عندما تفارق الحبيب الأول. الله يا توريس، الله يا فرناندو، كأنها لحظات من رثائك، نعم في حياتك الرثيك يا توريس، رثاء لنهايتك الكروية يا ولد، يا ولد الماتادور. الدقيقة السابعة هي الفانيلا رقم سبعة، هي رونالدو، وبالتالي تاريخ الريال مدريد. معشر السامعين، حضرات المدريديين، في زمن النكران وعصر الزهايمر، هل يقدر فلورنتينو بالدون كريستيانو اللي انقلبت عليه الملايين؟ هذه الملايين اللي طالما أسعدها لسنوات ونادت باسمه لسنوات، أضاف البرتغالي فيها للرداء الأبيض نصاعة وبريق، وأضاف لألقابها 15 بطولة ولسجلاتها 4 كرات من ذهب. كريستيانو اللي أطلقت عليه من سنوات صاروخ ماديرا كبير فنشال، طعنه أحباؤه قبل خصومه ونكره الأقرباء قبل الإبعاد. كريستيانو الهداف التاريخي للمرينجي وهداف الشامبيونز، اللي براسه جاب الكوبا ديل ري، وبساقه جات الشامبيونز، وبقدمه جات مونديال أبو ظبي. كيف نسيتم هذا؟ كيف تتنكرون لهذا؟ الآن صار رونالدو أعوج وأعرج ومحول، الآن أصبح الدون ما عنده في السوق ما يذوق. لا، لم ينتهي يا سادة رونالدو، ما زال العالم سيشاهد أهدافه ويستمع بألقابه ويفرح لألقابه. لا يا سادة، لم تنتهي صلاحية البرتغالي ليباع في المزاد. يا معشر مدريد، هذه كلمات ليست مرثية في نجم البرتغال، ولكنها مني إقرار واعتراف. هذه كلمات هي اعتراف وإقرار لنجم ليس كباقي النجوم. جاوبهم يا البرتغاس، حطهم في كادرهم وفي وقتهم وفي أيامهم يا البرتغاس. الدقيقة السابعة هي رمز ريال مدريد، هي كريستيانو رونالدو. هنا الحديث عن نكات الانتدابات، ولكن بدون مس الرموز. وكريستيانو رونالدو أحب المحبين وكره الكارهين، هو طبعا رمز تاريخي في تشكيلة الريال، في أسطورة الريال، ولذلك ما هكذا تهان الأساطير يا مدريد. من قال يغادر، ومن قال يذهب، ومن قال، من قال؟ كيف لكم أن تطالبوا برحيل الرأس الذهبية؟ هذا مهاجم لا يخلق في كل جيل، هذا لاعب لا يصنع في كل فريق، هذا النجم ستفتشون عنه سنوات وسنوات، أجيال وأجيال، من أجل أن تستفيدوا يا المدريدية بهداف بومبر مثل كريستيانو رونالدو. الآن مطالبين بالاعتذار لنجم كثيرا ما أسعد المدريدية. رونالدو انتهى، ما لحكيتوا لي رونالدو يروح. Thank you.
في الأرجنتين. فكروا معاه، فكروا فيه، فكروا بيه بعد سنين كيدور في الشوارع بيونس آيرس، مدينة روزاريو، مدينة الجيفارا، كوردوبا وباقي مدن الأرجنتين. كيف سينظر إليه الشعب الأرجنتينا؟ كيف سيقولون كامبيون ديل موندو؟ كامبيون ديل موندو، جبتها لنا مثل ماريو كامبيس، وعطيتنا مثل مارادونا لقب غالي. الكلمة من كلمات، واللفظ من ألفاظ، ومفردة من مفردات، لأنه في برشلونة ليس مثل الأرجنتين. ضغوط الأرجنتينيين رهيبة، عشق الكورة إلى حد الجنون. بالنسبة للشعوب اللاتينية، أرجنتين برازيل يتنفسوا كورة، يرقدوا كورة، يفيقوا على كورة، يمشيوا يقرأوا بالكورة، يخدموا بالكورة، حياتهم كورة، يتزوجوا بالكورة، يجيبوا أولاد كورة، يحبوا الكورة ويموتوا في كورة. هذاك علاش ميسي ضغوطه بالأرجنتين لا تساوي 5% من الضغط المسلط عليه في كاتالونيا. افهموها للآخر وأخيرا، ميسي في برشلونة مدلل، ملك، امبراطور، يحكم، يتحكم، يعمل اللي يحب ويعدي ويتعدى. في الأرجنتين لا، هاو ميسي ما ربحناش، هاو ميسي ما وصلش كورة، هاو ميسي مش كي برشلونة، هاو ميسي ضيع بينالتي، هاو ميسي خسر تماس، هاو ميسي ميسي ميسي. قداش يقعد ميسي يتحمل؟ هي مسألة ضغط يا سادة، في الأرجنتين يقتلونك من أجل كورة. معليش يا ميسي، معليش، لا عليك يا ميسي، انت ضيع حبيبي، ضيع حبيبي، انت ضيع وانا نشربها، انت تمر بجانب الحدث وانا نسير سبب خروجكم البطولات. مش مشكل، فداك يا ميسي، فداك يا افضل لاعب في التاريخ. انا درعك، انا سهمك، انا نبراسك وقلمك يا ليو. انت ميسي كبيرهم على صغرك وعرض المتعة في عالم القدم. وانا يا ميسي مستعد للذود عنك، لتقبل سهامهم بدلا منك، وضربهم بدلا عنك لآخر رمق. محلاه يورغان، محلاه يورغان، الفريق اللي يدخل عليه يكون دماري واللي ورد، يكون زاهي، يكون حزيني واللي يزهى. نعم، هذا هو رجل السعادة، السيد يورغان كلوب يدخل على صحراء قاحلة يردها حديقة من الورود. الألماني حقق حلم الشامبيونز، والألماني يريد النجمة 19 على قميص الدوري. موسم التحديات، موسم استعادة الكبرياء، موسم عودة الكرامة للبيت الأحمر. من غير ممكن، مش ممكن ومش معقول، 30 سنة، 30 بطل، 30 ذهب، 30 كاس، 30 تاج، توزعت ووزعوها في إنجلترا، ولم يكن من بين أسمائها ليفربول. أيعقل هذا؟ وأنتم من صنعتم تاريخ الكورة يا الحمر. بقتالية الإنجليز، متى اجتمعت يصعب جدا هزمك يا ليفربول. الليفر كان يعني يستهين بتاريخه، كان لا يقاتل من أجل تاريخه. جات فترة بأسماء كان كبير عليها شباب ليفربول. مع يورغن كلوب حسس روبرتسون أنه أحسن ظهير يسار في العالم، وحسس أرنولد أنه كفو في وقته. أيضا فان دايك حسوا أنه المدافع الذي لن يتكرر، وبالفعل هو في الوضع الحالي لن يتكرر. فابينيو حسوا أنه جريم سونس في التوب، صلاح وفيرمينو وساديو هما عندهم وهو زادهم. هكذا هو يورغن كلوب، هذا الرجل غير تاريخ، هذا الرجل غير تاريخ ليفربول، هو صار جزء من تاريخ ليفربول. ويورغن كلوب حتما لن تنساه ذاكرة عشاق ليفربول.